بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المميز مدرسة على الهواء. كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله، تكونوا فيها حاصلين على أعلى الدرجات، وتبقى سنة بسيطة وجميلة. وأحبائي الطلبة، النهاردة هنشتغل أول درس في دروس منهج الدراسات الاجتماعية في التاريخ، الوحدة بعنوان أحوال شبه الجزيرة العربية. يعني هنتكلم النهاردة عن أول درس من دروس الوحدة الثالثة في منهج التاريخ. طبعا منهج التاريخ معانا بيضم مجموعة من الموضوعات، هنبدأها بأحوال شبه الجزيرة العربية قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم عن حياة الرسول، وطبعا هنتكلم عن غزواته، وهنتكلم عن الخلفاء الراشدين. يعني منهجنا السنة دي منهج التاريخ الإسلامي، كله موضوعات شيقة، وأنا عارفة طلابي الشطار اللي بيتابعونا هيتابعونا وهنتبادل مع بعض الأسئلة الصعبة اللي بتقف قدامكم من خلال صفحة الفيسبوك مدرسة على الهواء. النهاردة هنتكلم عن أول درس من دروسنا، وهنتكلم على أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. طبعا احنا عارفين ان العالم قبل مجيء الإسلام كان مليء بالفساد والظلم في كافة المجالات. يعني العالم قبل ظهور الإسلام وقبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مليء بالصراعات والفساد والظلم، وكان فيه قوة تحكم العالم بينها صراعات كتير جدا. مش بس كده، ده احنا هنلاقي كمان ان الظلم والفساد دوت يعني طغى على كافة المجالات، يعني المجالات السياسية والمجالات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية، كل المجالات ديت كان فيها فساد. يعني مثلا المجال السياسي اللي هو بيتكلم عن طبيعة علاقة الحاكم بالشعب كان فيه فساد. بالنسبة للجانب الاجتماعي بتظهر عادات سيئة وعادات بيرفضها المجتمع، وفي فرق في الطبقات. كمان بنلاقي ان النواحي الاقتصادية اللي هي الخاصة بالزراعة والصناعة والتجارة برضو كان فيها مشاكل. طيب يبقى نعرف من كده ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو ينتشلنا من هذه الصراعات والفساد والظلم والقهر ده بمجيء الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لينا كان طبعا بالنسبة للعالم كله كان نجاح كبير جدا، لأنه كان هيرشدنا إلى عبادة الله الواحد القهار، تاني حاجة علشان ينشر مبادئ التسامح والعدل والمساواة اللي كان بيفتقدها العالم في الوقت ده. طيب أنا سمع حد بيقول لي إن مين اللي كان بيحكم العالم؟ العالم ده كان بتحكمه مين؟ إحنا كان عندنا أربع دول بتحكم العالم، الفرس والروم والهند وشبه الجزيرة العربية، بس أكبر قوتين كانوا الروم والفرس. طيب الروم والفرس دولت كانوا أكبر قوة، كان بينهم تصارع، والتصارع دوت طبعا ظهر في بعض آيات القرآن الكريم. هنتكلم على الروم. الروم كانوا من الحكام الأقوياء جدا، وكان بينهم صراعات أساسا داخلية، بس كانت قوة كبيرة جدا، كانت بتسيطر على مصر وبتسيطر على الشام. يعني كلمة الروم فيها ميم، يبقى بتحتل ايه؟ بتحتل مصر اللي فيها ميم، وبتحتل ايه كمان؟ الشام اللي اخرها حرف الميم. تمام. طيب كانوا بيدينوا بالديانة الايه؟ كانوا بيدينوا بالديانة المسيحية. يبقى معنى كده ان قوة الروم دي كانت قوة كبيرة جدا، بتحتل منطقتين اللي هي مصر والشام. طب كانت بتحتلهم ليه؟ طبعا اي بلد مستعمر كانت بتحتل الاماكن دي لاهميتها ونهب خيرات البلاد. تمام كده. يبقى القوة الكبيرة اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي الروم، اللي كانت بتدين بالديانة الايه؟ انا سامعة اللي اولها حرف الميم، يبقى الديانة المسيحية. طب بتحتل ايه الروم؟ بتحتل الشام ميم، ومصر اللي اولها حرف الميم. مش بس كده، ده احنا هنلاقي ان هم كانوا
ما بيتبعوش تعاليم الديانة المسيحية اللي بتدعو إلى التسامح والرحمة والمحبة، لا ده هم كانوا أي حد بيخالف عقيدتهم أو أي حد بيخالف المبادئ اللي هم اللي اتبعوها في الظلم والقهر والاستبداد كانوا بيرموا للوحوش والأسودة علشان تاكلوا. تمام؟ طيب نبص مع بعض دلوقتي قدامنا، هنبص هنلاقي ادي احوال العالم قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. انتشر الفساد والظلم زي ما احنا قلنا في كافة المجالات. طيب هنا سؤال دايما بيجي لي قبل ما ادخل على بقية القوى اللي كانت بتتصارع على حكم البلاد. تمام؟ طيب ايه السؤال ده؟ زي ما احنا شايفين قدامنا السؤال قدامنا على الشاشة، بما تفسر كان العالم في حاجة الى مجيء محمد صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي هيجاوبه لي؟ انا سامع حد بيجاوب وبيقول ليه؟ ليرشد الناس لعبادة الله الواحد وينشر العدل والمساواة والتسامح والرحمة. هقول السؤال تاني، سؤال مهم جدا في الفقرة دي، كان العالم في حاجة الى مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا ليه؟ ليرشد الناس لعبادة الله الواحد وينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة بين الناس. تمام، وادي قدامنا كمان القوى اللي كانت بتحكم العالم، ادي الفرس وادي الروم، دول اقوى قوتين وكان بينهم تصارع على طول، وادي الهند وادي شبه الجزيرة العربية. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف، ادي الفرس كانت بتعبد الوثنية او الديانة الموجودة في الوقت ده كانت الديانة الوثنية، وما ننساش ان الديانة الوثنية هي عبادة الأوثان، عبادة الأوثان يا ولاد مختلفة عن عبادة الأصنام. عبادة الأوثان المقصود بيها اللي هي بيعملوا تمثال على هيئة طير أو حيوان وبيقدسوه، وبنبص نلاقي ان دولة الفرس احتلت العراق واليمن، دولة الفرس احتلت العراق واليمن. وطبعا هم كانوا بيقولوا ان هم من نسل الآلهة، ان هم الناس الصفوة اللي من نسل الآلهة، ودار صراعات كتيرة جدا بين الروم وبين الفرس. تمام؟ يبقى قلنا كده ان عندي دولتين كبار كانوا بيحكموا العالم في الوقت ده اللي هي الفرس والروم، وقلنا ان الفرس كانت بتدين بالعبادة الوثنية، عبادة ايه؟ العبادة الوثنية. تمام؟ واحتلوا ايه الفرس؟ احتلت العراق واليمن، ونهبوا خيرات البلاد، وطبعا اتبعوا في السياسة بتاعتهم على الظلم والقهر ومعاملة الناس معاملة سيئة جدا، والصراع دام بين الفرس والروم عوام وكتيرة جدا. تمام؟ نبص مع بعض قدامنا دلوقتي على الشاشة وهنلاقي دولة الروم. برضو حد يقول لي ان دولة الروم زي ما احنا قلنا بتدين بالديانة المسيحية، ادي حرف الميم وادي الروم فيها حرف الميم، شايفين يا ولاد؟ طيب واحتلت ايه كمان؟ ايوه انا سمع حد بيقول لي مصر وبلاد الشام، احتلت مصر وبلاد الشام. تمام كده؟ هنراجعهم تاني، الفرس عبادة الوثنية واحتلت اليمن والعراق، والروم المسيحية واحتلت بلاد الشام، وكانت المسيحية هي الديانة الرئيسية في دولة الروم. طيب نبص كده على الهند، الهند بقى كانت مختلفة، كانت من البلاد اللي فيها عنصرية. عنصرية يعني ايه؟ يعني بيفرقوا بين الطبقات، بيفرقوا بين الطبقات بتاعت الشعب، ده غير ان هم كانوا بيقدسوا الحيوانات والابقار والزواحف والقرود، وطبعا حرموا ذبح الابقار علشان كانوا بيقدسوها. تمام؟ يبقى كده عندي ثلاث بلاد اهمت قدامي اللي هي الفرس والروم والهند. كلامنا بقى هيبقى على شبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية من الأماكن المميزة جدا في العالم، وطبعا ربنا اختار هذا المكان ليكون مهد لرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه يا ولاد؟ اشمعنى المكان دوت اللي كانت مهد للديانات ومهد لوجود الرسل؟ ليه؟ لأنها منطقة هادئة بعيدة عن الصراعات اللي في العالم. هنا ممكن يجي يقول لي سؤال، لماذا أنزلت الرسالة في شبه الجزيرة العربية؟ ليه؟ لأنها مكان هادئ بعيد عن الصراعات. تمام؟ طيب شبه الجزيرة العربية ظهر فيها عبادات كتير،
وظهر فيها ديانات كمان كانت مهد لوجود العديد من الرسل. طيب ايه الحضارات اللي كانت موجودة؟ الحضارات دي كانت حضارة عاد وثمود، وطبعا ذكروا في القرآن الكريم قوم عاد وقوم ثمود. مش بس كده، ده احنا هنبص نلاقي ان شبه الجزيرة العربية ظهر فيها الممالك والمدن. الممالك والمدن هنلاقي ان عندي في الشمال في شبه الجزيرة العربية ظهر مملكة الحيرة والغساسنة، انما في الجنوب ظهرت ثلاث ممالك، معين وسبأ وحمير. تمام، معين وسبأ وحمير. تمام، انما في الجانب الغربي في شبه الجزيرة العربية هنلاقي عندي اتنين من المدن اللي هي مكة ويثرب. نبص مع بعض كده، دي طبعا دولة الفرس اللي كانت زي ما قلنا العراق واليمن كانوا بيسيطروا على خيرات البلاد وكثرت الديانة الوثنية، وزي الديانة الوثنية زي عبادة النار والنجوم والكواكب والماء. زي ما احنا شايفين ادي واحد اهو واقف ده بيقدس النار، دي عبادة وثنية، لان انا قلت لك في فرق بين الوثنية وفي فرق بين الاصنام. قلنا الوثنية عبادة نجوم، عبادة طيور، شيء من الطبيعة، حيوان، انما عبادة الاصنام هي عمل التماثيل على شكل انسان. تمام، طيب نشوف بعد كده دولة الروم. احنا بنفتكر مع بعض البنود بتاعت الدرس دي، مجرد ان احنا بنفتكر مع بعض. دولة الروم كانت بتحتل بعض الدول العربية، مين يفكر لي فيهم؟ مين؟ الشام ومصر. الشام وايه؟ ومصر. تمام، مش بس كده، ده كانوا بيحتلوا البلاد وبيسيطروا عليها بالايه؟ بالقوة والقهر في الحكم، وبيضطهدوا كل من يخالفهم في الرأي. اي حد بيخالفهم في آرائهم كانوا بيرموه للوحوش عشان تاكله. وغير مش بس كده، ده كانوا كمان بيتصارعوا فيما بينهم على حكم البلاد، وبيدينوا بالديانة المسيحية فيها حرف الميم. يبقى ما ننساش عشان ما نتلخبطش، دولة الروم فيها الشام، مصر المسيحية دينا رسميا بالبلاد، واللي انزل بالرسالة دين المسيحية هي سيدنا عيسى عليه السلام. والهند نفتكر مع بعض كان مجتمع ايه؟ عنصري. واحد بيقول لي عنصري يعني ايه يا ميسا؟ اقول له عنصري يعني كان في تفرقة بين الناس وبعضها، كان في تفرقة بين الناس وبعضها. طب في ديانات؟ طبعا كان في بيقدسوا الأبقار والزواحف والحيوانات، كانوا بيقدسوا الأبقار وبيحرموا ذبحها وأنواع من الزواحف والحيوانات. تمام؟ طب أهم الحضارات، ها، حضارة قوم عاد وحضارة قوم ثمود. حضارة قوم عاد وحضارة قوم ثمود دي أهم الممالك عندي، زي ما أنا قلت لك وهوريها لك دلوقتي على الخريطة، عشان لو جات لك على الخريطة تبدأ تعرف أماكنها بالظبط. أهي آجي مملكة، طبعا دي صورة من صور الآثار اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، مملكة سبأ ومعين وحمية وحمير في الجنوب، ومملكة الحيرة والغساسنة في الشمال. ادي الخريطة قدامنا اهي، دي خريطة شبه الجزيرة العربية زي ما احنا شايفين. ادي الحيرة والغساسنة زي ما احنا شايفين اهو في الشمال معايا. تمام، حد بيقول لي الجنوب، ادي الجنوب، مملكة معين وسبأ وحمير، مملكة معين وسبأ وحمير، حمير نخلي بالنا. اللي فيها بيت الله الحرام، وكان فيها يثرب في المنطقة ديت اللي هي المدينة المنورة، المدينة المنورة. كلنا شايفين الخريطة قدامنا اهي، دي شبه الجزيرة العربية، بس هنا في الشمال عندي الحيرة والغساسنة، انما في الجنوب عندي الثلاث ممالك دول. طيب ادي مملكة معين، دي صورة برضو قدامنا بتوضح لي، انا عايزة اوضح لك بس صورة الممالك دي. هي كانت طبعا ابنية يعني اختلفت عن الابنية اللي كانت موجودة في الوقت دوت، فطبعا ده كان بالنسبة للناس في الوقت دوت انجاز واعجاز ان هم يتركوا اثار لهذه الاماكن. ادي مملكة معين. طب مين معين دي؟ قلنا فين يا ولاد؟ في الشمال ولا في الجنوب؟ ها، حد بيقول لي سمعاه بيقول لي الجنوب، يبقى مملكة معين الجنوب. تمام، وسبق برضو في الجنوب، يبقى معين وسبق في الجنوب. حلو قوي. طيب بعد كده
عاوزين نتعرف مع بعض على أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. أول ما هيخطر ببالنا كده مع بعض هنلاقي إن أول حاجة هنبدأ نعرفها هي الحياة الدينية. يبقى أول ما هيخطر في بالنا هنتكلم على شبه الجزيرة العربية هنتكلم على الحياة الدينية. يا ترى كان في عبادات قبل مجيء الديانة الإسلامية؟ طبعا طبعا كان في ديانات، يعني عرفوا التوحيد قبل ما يظهر الدين الإسلامي. طبعا عرفوا إن الله واحد لا شريك له. عرفوه منين؟ أقول لك، لأن المنطقة دي شهدت كثير من الأنبياء. من الأنبياء اللي ظهروا في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام؟ هنقول في عندي هود، هود عليه السلام. طب حلو قوي، هود دوت أرسل لقوم مين؟ هود أرسل لقوم عاد. تمام، يبقى عندي أنبياء ظهرت قبل الديانة الإسلامية، طبعا قلنا كثير من الأنبياء من ضمنهم هود، هود عليه السلام أرسل لقوم عاد. تمام، مين تاني؟ سيدنا صالح أرسل لقوم مين؟ أرسل لقوم ثمود. تمام، يبقى أنا كده عندي سيدنا هود أرسل لقوم عاد، وسيدنا صالح أرسل لقوم ثمود. مش بس كده، هنلاقي سيدنا شعيب عليه السلام. سيدنا شعيب أرسل لقوم إيه؟ مدين. سيدنا شعيب أرسل لقوم مدين. تمام، مين تاني؟ في سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم اللي نادى بالتوحيد، اللي نادى بالتوحيد وعبادة الله واحد لا شريك له. وطبعا ربنا أمرهم ببناء بيت الله الحرام اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة. يبقى سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم هو الذي أمرهم الله بأن يرفعوا بيت الله الحرام. طيب حلو قوي، بيجي لي سؤال ويقول لي بما تفسر هلاك قوم عاد وثمود وسبأ؟ ليه؟ ليه قوم عاد وثمود وسبأ اتهلكوا؟ بما تفسر هلاك قوم عاد وثمود وسبأ؟ وذلك لأنه لم يؤمنوا بالله الواحد لا شريك له، لأن هم ما أمنوش بالله، رغم إن سيدنا هود وسيدنا صالح نزلوا بالرسالة، والرسالة دي اللي هي كانت التوحيد. التوحيد هي عبادة الله الواحد لا شريك له. يبقى احنا كده بنقول ان شبه الجزيرة العربية ما قبل الاسلام كانت بيظهر فيها التوحيد، وهو عبادة الله الواحد لا شريك له، ان في اله. تمام، وطبعا قلنا ان في انبياء ظهروا قبل سيدنا محمد، واتكلمنا وقلنا ان هو سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب، وسمع حد بيقول لي سيدنا ابراهيم ابن سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم. تمام، يبقى كده معنى كده ان احنا ظهر عندنا انبياء. حلو قوي. طيب الحياة بقى في شبه الجزيرة العربية هل كان فيها ديانات؟ كان في ديانات. كان في ديانة سيدنا إبراهيم اللي احنا لسه قايلين عليها اللي هي التوحيد. طب كان اسمها ايه في الوقت ده؟ الديانة الحنيفية. الحنيفية، وكل اللي كانوا بيدينوا فيها كانوا بيطلق عليهم الحنفاء. تمام، الديانة الحنيفية دي ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب الديانة الحنيفية وقلنا هي عبادة الله والواحد لا شريك له. تمام، طيب في بعد كده ديانة كانوا بيعبدوا الأصنام، الصنم اللي أنا قلت لك عليه اللي هو بيعملوا تمثال مصنوع من الخشب، مصنوع من الطين، من العجوة، كانوا بيعملوه وبيقدسوه. تمام، طيب الأصنام ظهرت بعد سيدنا إبراهيم. تمام، طيب أدي عبادة الأصنام. طيب في ديانة تانية؟ ديانة اليهودية اللي أنزل بيها سيدنا موسى عليه السلام. طب مين كمان؟ الديانة المسيحية، ديانة سيدنا عيسى. طيب الديانتين دول اليهودية والمسيحية كانوا في مناطق قليلة في شبه الجزيرة العربية. الجزيرة العربية. طيب وعبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام كانت في أماكن، في كل القبائل كانت عبادة الأصنام، في كل قبيلة كانت بتتخذ لها صنم، والصنم ده كانوا بيعبدوه. تمام، يبقى عبادة الأصنام كانت
كانت في شبه الجزيرة العربية، في كل قبيلة كانت بتتخذ لها صنم. تمام، طب نبص على الشاشة كده قبل ما اوريكم شكل الأصنام ازاي، هنشوف سؤال مع بعض. نبص على الشاشة كده نشوف السؤال. دلل: عرف أهل مكة ومن حولها التوحيد والإيمان بالله. عرف أهل مكة ومن حولها التوحيد والإيمان بالله. مين الشاطر اللي هيجاوب لي على السؤال ده؟ أنا سامع حد بيقول لي آه كان فيه، هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم على قوم سيدنا هود، وهنتكلم على سيدنا هود إن هو أرسل لقوم عاد، وهنتكلم على سيدنا صالح اللي أرسل لقوم ثمود، وهنتكلم على سيدنا شعيب، وهنتكلم على سيدنا إسماعيل وأبيه سيدنا إبراهيم. تمام؟ طيب قلنا في سؤال تاني. دلل: نخلي بالنا يا اولادنا الاسئله دي مهمه جدا مرتبطه بالدرس. تعددت الديانات والعبادات في شبه الجزيره العربيه. مين الشاطر اللي هيقول لي اول ديانه؟ ها انا سامعه صوتي على شويه. برافو، الديانه الحنيفيه دين سيدنا ابراهيم. برافو برافو برافو، يبقى الديانه الحنيفيه دين سيدنا ابراهيم دي من العبادات اللي انتشرت في الوقت ده. تمام، دين ايه كمان؟ عبادة ايه كمان؟ عبادة الأصنام، وقلنا انتشرت في الكثير من القبائل. بالظبط كده. طيب في ديانة تانية؟ مين الشاطر اللي هيقول لي؟ ها وأقول أنا أهو، عبادة اليهودية. عبادة اليهودية اللي هي دين سيدنا موسى، دين سيدنا موسى. تمام، في ديانة تاني؟ في الديانة المسيحية دين سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى السؤال بيقول لي دلل: تعددت الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية. قلنا ليه؟ قلنا ليه ان عندي الحنيفية واللي هي دين سيدنا ابراهيم، وعبادة الاصنام اللي انتشرت بين القبائل، واليهودية دين سيدنا موسى عليه السلام، والمسيحية دين سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا قلنا الوثنية مختلفة عن الأصنام، وتكلمنا عنها قبل كده. دي صورة بتوضح لي صورة الأصنام اللي كانوا بيعبدوها. طبعا عندي أصنام كتير جدا اللي هي هبل واللاتة والعزة ومناة. كل الأصنام دي خلتهم ينحرفوا عن التوحيد بالله، خلتهم ينحرفوا عن التوحيد بالله. تمام، دي صورة للأصنام اللي كانت بيعبدوها، هي عبارة عن تماثيل بيتم صناعتها وبيبدأوا ان هم بيعبدوها. هنتكلم بعد كده عن الحياة. دي طبعا الأصنام كانت حوالين الكعبة زي ما احنا شايفين الصورة اللي قدامنا دي، الكعبة، وكان بيحطوا حواليها الأصنام وبيبدأوا ان هم يتعبدوا وهم بيلفوا حوالين بيت الله الحرام. تمام، طيب نشوف بعد كده الحياة السياسية. يا ترى الحياة السياسية في الوقت ده كانت عاملة ازاي؟ الحياة السياسية يعني نظام الحكم، هل كان في رئيس ولا كان في وزارات؟ لا، ده كان في شيخ القبيلة. شيخ القبيلة ده كان أكبر شخص سنا فيهم، وكان أكثر غنى، وكان بيتمتع بالحكمة والصبر والشجاعة، سديد الرأي، عادل. شيخ القبيلة ده كان أكبرهم سنا وأكثرهم غنى، وشيخ القبيلة ده كان بيحكم القبيلة بالعدل وعدم التفرقة. تمام، يبقى النظام اللي كان سائد في شبه الجزيرة العربية في الوقت ده كان النظام القبلي. يجي لك هنا نقط ويقول لك النظام، الحياة السياسية في شبه الجزيرة العربية كانت قائمة على النظام القبلي، وأشهر القبائل اللي احنا عارفينها اللي هي قبيلة قريش. تمام، طيب بما تفسر انتشار النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية؟ طيب دلوقتي يا أولاد حلقتنا خلصت، وإن شاء الله على أمل بلقاء ليكم في الأسبوع الجاي إن شاء الله، نكمل بقية درسنا، وأتمنى نكون فدتكم. وتابعوني على الفيسبوك قناة برنامج مدرسة على الهواء، قناة نصر التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.